الو. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الحال يا شيخ؟ خير والحمد لله. عندي سؤال لو سمحت. تفضل. امرأة توفي زوجها يوم الخميس ولم تعلم الا يوم السبت، متى تبدا فترة الحداد؟ من موت الزوج. من موت الزوج؟ نعم. لكنها لم تعلم الا يوم السبت. لو لم تعلم الا عقب شهرين. طيب ما الحكم اذا كان احد الاشهر غير تام؟ ما يهم. يعتبر شهر؟ يعتبر شهر. طيب شكرا يا شيخ. الله يسلمك. سلام عليكم.